شوي بلبق بعد. شلا تلبق هنا يا بادي مواقف تدف مواقف ذي حق اللي بيسافر حق اللي بيقعد بوقف سيارته. أيوة إيش بسوي برقص هنا بسافر. لا يا بابا أنت من قايل لك بتسافر. شنو قايل لك؟ أنت بابا تنزلنا بتمشي. أثقل بس أثقل على طبق على وجهك جايتك مشوار شنطتي نقول لي أمشي. قسم بالله ما حصلت لك حاج. مريضي قسم بالله ما يعديه لك لو وصلتش كلامك لا تخربط لي من فوضى حق مزح هذا. والله من مزح. أنا قلت بحجز لك في الطريق بسرعة بسرعة أنت ما عزمت لا متأخر ونسيت تاوني قبل أن نصل المطار بنص ساعة دخلت الرحلة ما بقى عليها شيء وقفلوا الحجزات. لا تخربط لي يا مريضي. والله ما حجزت لك. والله ما حجزت لك. والله مريضي جاب شنطتي وجاي تحني لهنا تقولي ما حجزت لك الكلام ده. يا اخوي سمسم قضاء وقدر يا اخوي سمسم ما علي بكره بكره حجز لك وتجي على رحله بكره. اليوم امشي ياك امشي ياك اليوم فكر اقول لك ما في باقي على رحله باقي عليها اقل من ساعه. شيك مريضي بصراحه لا تستهبل علي. والله ما حجزت لك يا اخوي سمسم. حاولت اني احجز لك بالطريق بس ما بغيت اتكلم. قلت يمكن بعد شوي تفتح يمكن بعد شوي تفتح. قلت تالي يمكن ها خلنا نوصل المطار على الفاضي. ما عنيت لا تعنيني زي كذا حبيبي تقول لي ارجع ارجع الحال يا بعاد. لا انا ما يا اخوي سمسم صل على النبي. انا قلت لك اليوم تكفى تعالي انا انت قلت لي ما اقدر باجي الخميس وما شنو. انا حاولت فيك لزمت حبيت انك تصاحبني في السفر. لا انت لزمت علي ورحت قلت للعيال وحببت عيالي بزراني قلت لهم يلا مع السلامه وخذت الشنطه وقلت للمره بس ارجع الحين طرطانقي كذا قل لي ارجع طرطانقي. ما علي يا اخي سمسم بكره حببهم من جديد وبوسهم من جديد وحجز لك. والله ما جيتك بكره قام نروح الحين اتاكد نشوف يمكن فيه. ما في يا اخي سمسم ما في لا تحرج نفسك شي نازلك المطار. لا ترفع ضغطي يا مريض. لا ترفع ضغطي انت اقعد ولا الا اروح زياتي ذي ما ترجع افواه المنثوره. اي نعم ما اقدر لو اقدر عشان خليتك تروح مكاني حجز باسمي يا اخوي سمسم. قضى وقدر على خيره على خيره. قام عنا الرحله خلينا نروح نشوف يمكن اللي حصل لنا حجز نمشي. اقول لك باقي على الرحله اقل من ساعه. والله ما تحصل اي حتى لو اقل من ساعه حتى لو اقل من 10 دقائق. قام انزل يا اخوي سمسم. انا اقول خليني اديك مشوارك. انا اقول يا اخوي سمسم ارجع عن الاحراج. والله عن الاحراج. والله ماني براجل لازم اتاكد شكد اجي هنا وارجع طران قل حالي. اخي ما تتكلم سوي فيه انا اكبر لا ادري ايش خلت عني خلنا جنطة واجيب خراط خلنا غدنا طيران ما تحجز لي. قسم بالله انتبه لنفسك هذا انا اقول لك يا اخوي. لا ابغى شفتك والله يا اخوي سمسم. قضاء وقدر يا اخوي سمسم. قضاء وقدر. طيب الحين ما حصلنا عاد شو نسوي يعني؟ ليش كان قلت لي كان قلت لي وانا هناك عشان ما ديك مشوار. ما ادري يا اخوي سمسم توقعت اني احصل لك. ما توقعت ان احنا بنتاخر. مشوار احنا بنسويه بالعمدان. اتوقع ما كنت متوقع. خلاص خلاص باكر عاجز لك وتجي. كان انا ما بتوقع كان ما متوقع. ما كنت يا نروح سوا يا نرجع سوا هذا انا اقول لك. ايه واخسر قيمه التذكره وروح بك. يلا قوم جحن لحد وروح بكره سوا كلنا. خلينا اجيب الشنطه تقول لي هالكلام عاد نذهب. مالي مالي الرجال سوا يا نرجع سوا هذا ان شاء الله ان شاء الله نرجع سوا نرجع سوا نرجع سوا. خلينا اتاكد في الطيران. يلا يلا حاول تسرع يمكن تلاحق. اركب اركب يمين يمين هذا وجهي اذا طرت اليوم. ها ها بشر شو يقول؟ ما في ما في اي نعم ما في. والله من وجه ابو دويش واضح ما في. قال في بس ما بفهمها. اسمع وين في يعني؟ ابي طاجي خستان. اسمع تقعدون وياي هذا انا اقول لكم تقعدون وياي. وين نقعد وياك يا اخوي؟ تقعدون وياي ما تروحون تروحون بكره خلاص. عشان واحد نقعد اثنين يا اخوي سمسم ما يصير يا اخوي سمسم ما يصير يا اخوي سمسم ما يصير. قلت لي قلت لي وصلنا وارجع. ليه الحركه ذي؟ والله ما كنت قاصده. توقعت ان احنا قصد هو غصب عليك قصد انا عارفه. انت تمشي 90 100 لو جايين بدري كان حجزنا من المطار امورنا طيبه. السن ذا بسم الله على قلبك. هاي يا قلبي خل وياي لبكره ونمشي سوا يا حبيبي. ما بمشي انا قاعد هنا قاعد. كيف انت استنى لبكره وتعال لنا طيران. شو وجه شو وجه يا مهلي ولا عيال ولا انا
قال لهم بانشي. يا اخوي سمسم عادي، يا ما يا ما ناس تاخروا عن المطار وراحت عليهم رحلات. ما ما كذا لو بعد اسبوع خليكم عاشور ماك، لا تطول كذا، لا تحاول ترى ما فيها، سالنا الرجال ما في رحلات. اخوي سمسم قعدتك كذا بايخه. ما ما ماشي، انت منك السبب، انت منك اي نعم منك السبب، ولا بماك هذا اللي قعدت هنا لو شهر اي نعم. لا تبقى عندك يا سايمون، السبب ان الجين ابن حجزك ما جت الحاج، فهمت الصبغه اللي تعبانه اللي اقول لك. لا اسمع، لا يا اخوي سمسم زين، احنا نبي نروح، ما لهم داعي ان قلبنا نخليك وياي. اي نعم وياي وياي، ما تمشي الا وياي. نادوا الاسم، طالبه منه مطعم، مطعم مو بصاله مغادره منه منه. تكم نبي شي بليحه، خلنا نمشي وياكم. والله يا اخوي شنطتي جايبها، ارجع يا اخوي. بكره والله احجز لك درجه اعمال، تجي قاعد كرسي في اي بي، ويقدمون لك وجبات في بكره درجه اعمال. اقول والله انك ما برجال. افا ولا عرفت الرجوله؟ اي نعم ما برجال ولا تعرف الرجوله، قسم بالله ما حكيت. خليني اجي تقول لي جاي شحناك، جاي شحناك. ليش يا اخوي سمسم تعود بلي سمسم؟ شعر 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 فمان الله يا أخي سمسم، فمان الله. بعد عمري، بعد عمري خلاص. بسم الله، فمان الله يا أخي سمسم.